سقوط رب العزات الزايكرا وقود رأس عيه يرويز من هالنزاد ورشتا بان كبولا آتكس كاكا حدي مرغرا ميرا موتية سكر نيفتوال حزرين دنياك أهلا قدر ترى تلبيك أنا ترى نحب حوحنا تعرف بس يأمي نزول سوزغا مرقصية تقليب وصاحة حرار قدرات تبدلين دلال غرس تقول أني أبطل لي دام بقاني إن أهلا نكو صحيح نكتل مدركنا نكفلينا بعيس لقادتها بيقفليا كهجة من سر في السهالة في السماء بقلي بصني جسد قام يبي أفعلي فاظر مرزق طبعنا نجاتا وتوس مقصو بهتريا بيان بلا سبح ميرك الإعجاز من إن الله إن إلها ما بين ربنا كبسرته دلا بلوس لاتاه قام يبي كليت زغطاه قاوزو ستا بطي همتي بخدمة قطاه بلا نعزان جد جيها بلا سبستقبل بجاري براتاه لك فلاك حسن مجلتا يا بيضوني نهي كبنا كبسر كورا هو جاي يا الله كهتا خلص مصابي بنا هنا قبان كم سابق مغلا قطاه نبي صلى الله عليه وسلم جب سے مارے جی عدد کے لیے جاتے تو کہتے لا بابا تو خوری انشاءاللہ ترجمہ کو یہ ہے کہیں انشاءاللہ کفارہ ہو گئے سفر اس رات میں دستانہ میں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں یہ گہنے ہوں لگا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں بزرگ نے کہا بسم اللہ تعالی سنا ترجمہ ان لوگوں کو متعلق تمہارے کیا گمان ہے جن کا کہ اسلام اللہ سرا کا بیان ہے تو کفر کا تا جزاكم الله ان کے بعد ترانہ صدام